العماني والبحر قصة ابتدأت منذ فجر التاريخ ولن تنتهي أبداً. فالصياد يتوارث حبه للبحر والصيد والنوارس كما يتوارث صفاته الجينية من آبائه وأجداده. جاسم البلوشي أحد الوجوه العمانية التي عرفت المد والجزر وسكون البحر وعواصفه والصيد الوفير وندرته. خاض منذ صغره تجارب أكسبته خبرة عميقة ببحر عمان. معه سنبحر الآن كي نعرف تفاصيل جزء من يومه. دائماً نحن كبحارة بداية الخروج لرحلات الصيد أول شيء نشيك نسبة الماء الموجودة في الطراد، نشوف التبريد أيضاً الموجود بالطراد، نتأكد من أن هواتف الثرية فيها بطارية أو أنه فيها رصيد موجود، أيضاً أجهزة الجي بي إس أو نظام الملاحة هذا اليدوي، نتأكد أن البطارية موجودة وعندك بطارية احتياط في حال لا قدر الله فضلت البطارية هذه أو أنه حد احتاج من عندك بطارية أيضاً تقدر تعطيه وتساعده. حاليا بنعبي بترول، ومن المراحل المهمه عند تعبئه البترول او تعبئه الوقود نتاكد ان الوقود ما ينسكب في القارب لانه في اسلاك كهربائيه ربما ماس بسيط او انه البترول يلحق الوايرات هذه ينفجر الطراد عليك. كذا حادثه صارت لكذا صياد والسبب الاهمال والاسلاك السايبه ايضا في القارب، فوجب الانتباه. الأسماك مختلفة في أشكالها وألوانها وأحجامها وأماكن وجودها ومواسم اصطيادها، وتختلف طرق صيدها أيضاً. فكيف يستخدم جاسم الشباك للصيد؟ وما الأسماك التي يحصل عليها منه؟ طبعاً نوعية الشباك هذه شباك سطحية، و طبعاً تثبت الشباك هذه بثقل اللي احنا نسميها بالمصطلح المحلي باورة أو أنير. نوعية الأسماك اللي تجي في هذه الشباك الضلعة، السينة، الصيمة، الخباط اللي هو صغير الكنعد يعني، البراكودة اللي يسمى محلياً قداد. الموسم هذا الحين في الشتاء، نهاية الشتاء في أسماك السردين أيضاً البرية والعومة تتواجد بكثرة يعني في هذا الموسم في المياه القريبة يعني من الشواطئ. والحمد لله رب العالمين الخيرات كثيرة، بس أهم شيء أن نوصل الشباب على المحافظة على البحر والتراث البحري أيضاً، عدم رمي الأوساخ في البحر، التقيد بسنن البحر أيضاً. يعتني الصياد جاسم بالبحر وثرواته، يعامله كمخزون مستمر للخيرات، لذلك فهو مهتم بالمحافظة على النظام الحيوي البحري. فكيف يمتثل هذا الاهتمام ويطبقه أثناء رحلاته البحرية اليومية؟ في حال أن شلينا الأقفاص حصلنا فيها أسماك صغيرة بطبيعة الحال بدون فائدة، يعني سواء شليناها ما تنفع للبيع ما تنفع الأكل بسبب صغر حجمها يعني، فبطبيعة الحال لازم نرجعها بحر وإن شاء الله نصيدها في الأيام القادمة كبيرة إن شاء الله. كميل تقريبا، نحن الحين كميل.
الو، اهلين. ايوه جاسم، ايوه تفضل. سلامات، كميل عطلان، اعطيني الاحداثي اعطيني الاحداثي. ايوه 45 فوق، اوكي تحت 44، اوكي قريب من عندي انت، قريب ميلين تقريبا. خلاص جاينك، اوكي. الحين في احد الاصدقاء اتصل فينا قبل شويه انه المحرك ماله عطلان، فاعطانا الاحداثي ودخلناه داخل الجي بي اس، وان شاء الله رايحين نشوفه شو مشكلته. التعاون سمة بارزة من سمات المجتمع العماني، فنحن متكاتفون متساندون في البر والبحر والسهل والجبل وفي الشدة والرخاء، ولأن المخاطر والمشكلات تحدث في كل وقت ومكان، علينا أن نكون على أهبة الاستعداد دوماً. سلامات، ما شاء الله، من متى عطلان؟ عطلان من ساعة ونص. ما شاء الله، هذا المفروض انكم قبل لا تطلعوا البحر المفروض انكم تصينوا المحرك، تشوفوا المحرك، يمكن شمعة الاحتراق، يمكن البترول اوكي؟ البترول فيه موجود، بترول. خلاص امورك طيبه، كان البلك هذا طاش ولازم تسوي له تيب هذا وتعدله شوي لما تروح تعدله. خلاص غطي الماكينه. انتبه على نفسك، في اي شيء ولا هذا اتصل فينا ان شاء الله. تمام ان شاء الله اخي، مع السلامه. مع السلامه. طبعا بعد ما شفنا الشباك وحصلنا نصيبنا بالشباك وبالاقفاص ايضا، الحين متوجهين ان شاء الله لصيد اسماك الجيدر او مسماها العلمي التونه. قبل لا نروح نصيد التونه نصيد الطعم الحي المسمى محليا بالميول او الصيمه. طبعا اليه صيد او ابقاء الاسماك هذه حيه بنظام المحلج. ماء البحر دائما يتبدل عن طريق الماطور، عن طريق فتحات تهوية الماء، ونصيد هذه الأسماك طبعاً الحية، وبعدها نتجه إن شاء الله للصيد الجيدر. الصبر والحكمة دروس يقدمها البحر للصيادين، فكثير من الأحيان يبحرون لمسافات طويلة وفي ظروف صعبة آملين بصيد وفير، إلا أنهم يعودون خالي الوفاض، وكل يوم له رزقه وكل رحلة لها قدرها. خلاص الحين رجعنا من الموقع اللي فيه الجيذر، وما توفقنا اليوم بصيد الجيذر بسبب يمكن البحر أو شيء كذا، والحين ان شاء الله متوجهين لمرسى الصيادين. في دربنا مرينا على في موقع ثاني لاسماك التونه اللي هي السهوه، فايضا بعد ما توفقنا ما حصلنا. مثل ما يقول راعي البحر كل يوم برزقها وكل يوم بصيده، وان شاء الله الحين راجعين للميناء، ميناء الصيد البحري. تغيب شمس يومنا هذا مودعة الشواطئ والأمواج
وكل صيادي عمان. ويعود جاسم إلى الميناء بعد إبحار زاخر بالتفاصيل المثيرة ليحكي قصة البحر والبحار للأجيال القادمة كي يكملوا فصول حكايتها من بعده.